هذه الخطوات الأولى في طريق المستقبل، لكنه يوشك على التوقف، فالحرب التي زجت الميليشيا البلاد فيها تأخذ طريقها بأكثر من صورة كما يحدث هنا في الحديدة. وإن تشكل الطموح في هذا الطابور الصباحي وأنشد الصغار للحياة والوطن، يظل الموت خلف السور يحاصر طموحاتهم الناشئة. فمن يقرر خوض الحرب لا يفكر بأدنى حساب لأي جيل أو مستقبل للبلاد. فالحوثيون فعلوا ما فعلوه، ورد التحالف العربي على طريقته كما يستهدف مواقع لهم داخل المدينة وعلى الأطراف. طبعا الحرب لها تأثير كبير على الطلاب، على أولا نفسية الطلاب، ثم على مستواهم التحصيلي، مستواهم العلمي. أيضا له مشكلة، تسبب مشكلة أخرى، مشكلة تسرب المدرسي. يمكن اليوم وبعد 9 أشهر من الحرب أن نتحدث عن الكيفية التي عبثت بها الحرب بنفسيات التلاميذ، وكيف أحدثت شرخا عميقا في نفسياتهم وأرهقت قدراتهم، فيما أدت إلى تسرب عدد كبير منهم من صفوف التعليم. وسط كل هذه الأحداث والصراع الدائر، يحاول هؤلاء الصغار مواصلة تعليمهم على الرغم من كل المخاوف.